السلام عليكم يا شباب. خلاص أخيرا 2020، كل سنة وانتم طيبين كلكم، و2020 جت خلاص، كل عام وانتم طيبين. وخلاص إذا كانت بقى 2019 حلوة وحشة بالنسبة لك، خلاص انسى اللي فات. ولكن عاوز أقول لكم يعني دي ممكن الفيديو ده يكون آخر فيديو على القناة ممكن أعمله. الفيديو ده في مشاكل حصلت الفترة اللي فاتت على القناة، زي ما أنا قلت لكم من فترة كان في مخالفة على القناة كده من حوالي 3 شهور أو شهرين تقريبا. المخالفة خلاص كانت قربت تنتهي في يعني في شهر 1 اللي جاي دوت، على يوم 8/1 كده. فيعني اتفاجئت بصراحة، يعني 2019 مش عاوزة تسيبني في حالي. 2019 يمكن من أكتر سنين النحس بالنسبة لي، أكتر سنين نحسا أو سوءا بالنسبة لي. 2019 مش عارف اقول ايه بصراحة. يعني كان عندي فيديو كنت عامله لكم قبل كده عن انفينكس هوت 8 وريلمي 3، زي ما انتم شايفين الفيديو اتحظر فجأة كده. انا مش متضايق انه اتحظر خالص، وكان في برضه فيديو تاني معاه لريلمي 5 وهوت 8 وبرضك الفيديو اتحظر. ده لسه محظور امتى؟ يوم 30 دوت اللي فات. فمش عارف ليه كده بصراحة بيحصل دوت. انا مش متضايق ان الفيديو اتحظر، ولا متضايق على المشاهدات، انا بس متضايق على المجهود اللي عملته في المونتاج بتاع الفيديو، وعلى كم الناس اللي كنت في التعب الفيديو دوت. ولما تيجي تدور على الفيديو بعد كده مش هتلاقيه اتحظر. دي بس اللي انا متضايق عليه والله. انتوا عارفين يعني انا المشاهدات واللايك والكلام دوت مش بتفرق معايا، يعني هتلاحظ دايما كل فيديو في النهايه بقول لك عايز تدعمني اللايك ادعمني، لو مش حابب مفيش مشكله عادي، يعني بتلاقيني بقول كده. يمكن اكتر انا من الناس اكتر الناس اليوتيوبر اللي هو لما باجي اخد فيديو من حد اجنبي او مصري او كده ايا كان مين هو، بتلاقيني كتبت اسم القناة بتاعته في بداية الفيديو، المصدر بتاعها فين، وفي الوصف تحت الفيديو ببقى كاتب كده. فاللي هو انا متضايق بصراحة حصل كده ليه. في ناس بشوفها يعني نشرة حاجات لا تليق بدين ولا حاجة، وفيديوهاتها موجودة واليوتيوب سامح بيها وسايبها عادي جدا. فاللي هو يعني انتوا سبتوا الناس دي كلها ومسكتوا عندنا، اللي هو لازم ولا ولازم في نهاية السنة كده 2019 خبطة كده تبشرني إن دي سنة فعلا، متأكد إن دي سنة كانت من أسوأ السنين اللي مرت عليا 2019. أنا مش متضايق والله زي ما قلت لكم، بس اللي متضايق إن في كم ناس قدرت أفيدها بالفيديو دوت. المقارنات اللي كنت عاملها ديت بين ريلمي 3 وبين هوت 8 اللي اتحظر دوت، والفيديو برضه التاني اللي هو ريلمي 5 وهوت 8 اللي اتحظر برضك. وفي فيديو بقى اللي هو اللي قلت لكم عليه، اللي هو كان المفروض اصلا يتفك الحظر بتاعه في اول السنه الجديده في شهر 1 بردك 8/1 اللي انتم شايفينه قدامكم. فيعني اتحظر بردك دوت، بس ده عادي قلت مفيش مشكله، زعلتش عليه لان دوت يعني وقتها اتريقت على راجل شويه في الفيديو، يعني اللي هو كنت بقول لكم عليه عنده مزرعة وما اعرفش ايه والكلام دوت، بس كان هزار. انا قلت ممكن يكون راجل فهم دوت بيتريق عليه او كده، فراح حضر الفيديو. قلت مش مشكلة، ممكن يكون دي غلطة مني، خطأ مني اتعرفت بيها وخلاص. لكن فيديو ريلمي 3 وريلمي 5 انا ما غلطتش في يعني في صاحب القناة خالص. الفيديوين دول ان انا بتكلم عادي جدا، وحطيت المصدر في بداية الفيديو، حطيت المصدر في الوصف. في ناس بتاخد فيديوهات ناس ما بتحطش عليها مصدر اصلا، وبتعمل اللي يقول لك حالات واتس وحالات ما اعرفش ايه، وشاهد شاهد فضيحة الفنانة فلان ما اعرفش مين ولا الفنان ما اعرفش مين. يعني الحاجات الهجس في الزمن دوت هي بس اللي بتبقى قاعدة ولها مكان في اليوتيوب، والمحتوى الهادف اللي هو بسرق عشان افيد. يعني مش طبعا مش سرقة، انا لو بسرق فيديو باخده زي ما هو تيبيكال واعرضه لكم دوت يبقى سرقة. انا كده بعلق عليه بصوتي وبعدل على الفيديو وبعمل مونتاج للفيديو وبحسن الصوت وبعلي إضاءة الفيديو عن الأصلي وبعمل شوية حاجات في المونتاج. يعني الفيديو متعوب عليه، يعني مش باخد الفيديو زي ما هو كده كوبي بيست على طول، لا مفيش الكلام ده كوبي وبيست هنا، ما بعملش كده خالص. أي فيديو إطلاقا عمري ما عملت كده. كل فيديو والله بطلعه لكم ببعد عليه في المونتاج يوم واتنين، ربنا يعلم يعني بقعد في فيديو أعمل فيه مونتاج قد إيه. بس دي حاجة يعني ضايقتني نفسيا، مش عشان المشاهدات والله، بس عشان ليه يحصل كده في محتوى هادف، ولما يكون في محتوى مش هادف او محتوى مش عارف اقول لكم ايه بصراحة. وتلاقي الفيديو شغال وجايب مشاهدات، يعني عندك فيديو ريلمي 5 مثلا دوت كان عدى 5000 فيو، فاللي هو اتضايقت ليه؟ طيب يعني 5000 واحد استفادوا، وانتوا ليه يعني مش عايزين الافادة تعوم مع الناس؟ مثلا ده فيديو اجنبي، ايه المشكلة لما اخد الفيديو دوت انا
كمصري على العرب افيدهم بيه، اقول رايي والتجربه بتاعته قدام عينيهم كده يعني. هم بيشوف تجربه شخص تاني، في نفس الوقت انا بقول رايي انا يعني عادي يعني، اختلاف الراي لا يفسد جلد القضيه. ليه صاحب الفيديو راح يقدم طلب اليوتيوب ان هو يحل مخالفه على القناه وكده؟ يعني زي ما انتم شايفين القناه فيها مخالفتين دلوقتي، ف خلاص كده شكرا يعني، فاضل مخالفه تاني والقناه كده هتبقى في خطر كبير جدا، والحساب ممكن يتقفل بتاع القناه. فاللي عايز اقوله لكم يا جماعه، الفتره الاخيره ديت لحد كده مثلا نص السنه، مثلا نص سنه 2020 ممكن ما اعملش فيديوهات تاني، او ممكن استمر عشان في ناس معينه بتستفاد مني. لو فكرت ان اليومين دول يعني نفسيتي متضايقه جدا ومدمره بصراحه، يعني ممكن الفتره الجايه ديت ان شاء الله لو هستمر ممكن امسح كل الفيديوهات القديمه او المحتوى اللي هو مصور من شخص او اشخاص تانية عندي، مثلا اللي هو المحتوى اللي مش بتاعي ممكن احذفه المحتوى دوت، وابدا اعمل مثلا فيديوهات بوش كده زي ما بتكلم عادي شخصي بشخصي كده واعرضها. وطبعا اللي حابب يتفرج وحاسس ان هو بيستفيد مني وكده بيتفرج طبعا اتفرج، نورني جدا. واللي مش حابب طبعا على الوضع دوت مش هقدر اساعده باكتر من كده صدقني، لان طبعا زي ما انتم عارفين انا اي فيديو بعمله والله يعني لما ربنا، انا بقعد اشوف راي المستخدمين في الجروبات بتاع الشركات ديت، وبعد اعمل فحص عن كل موبايل واعرف مشاكله ايه اللي ظهرت وايه مميزاته، وبعيدا عن المواصفات يعني في ناس بشوفها بتطلع تقول مواصفات الموبايل بس فقط لا غير، او بتعمل مواصفات بشكل كلامي وموسيقى شغاله من بتوع اليوتيوب اللي هم معلهمش اي كوبي رايت خالص، وتلاقي الفيديو معاك متصدر نتائج البحث وجاب مشاهدات وتمام، عمر ما حققت على حد من دول والله يعني ربنا يوفقهم. بس انا بقول لك انا الفكره في حاجه، انا مش عايزك تحفظ مواصفات موبايل وخلاص، مش بوريك ان انا مثلا بطلع اقول لك مواصفات وخلاص، لا انا بطلع اقول لك المواصفات بتاع الموبايل كده بنبذه مختصره عنها، وبقول لك المميزات وبقول لك العيوب بتاع الموبايل، وبقول لك تقييم انا للشخص يستاهل كام من 10، في افضل منه ولا لا ممكن تشتريه لو بتدور مثلا على اداء، لو بتدور على بطاريه كذا، فاهم قصدي؟ وبقول لك الموبايل ده موجه لمين اكتر من الناس، وبعدين بقول لك سعر الموبايل، وبقول لك بس كده شوف انت بقى محتاج ايه، يعني انت محتاج كذا هات موبايل الفلاني، محتاج كذا هات موبايل الفلاني. ما اعتقدش قليل قوي قليل قوي لما تلاقي حد هتلاقيه بيقول لك كده، خصوصا لما يكون امكانياته محدوده زي كده. يعني انا لحد دلوقتي مش بصور بكاميرا بروفيشنال ولا حاجه يعني عشان اعمل لكم كده، يعني في ناس تانية معاها كاميرات بروفيشنال والكلام دوت ما بتطلعش تقول لكم كل العيوب بتاع الموبايل اللي ظهرت مع المستخدمين. لو الموبايل فيه 10 عيوب بيطلع يقول لك عيب او 2 او 3 بس، ما بيقولكش العيوب التانية كلها. لو تلاحظوا فيديو انفينكس ويد 8 اللي عملته، اشتريت انفينكس ويد 8 قبل كده وخليت اخويا اجربه فترة، والفيديو عملت لكم تجربة ليه بالعيوب اللي ظهرت مع اخويا وكده في الاستخدام، ابقى اسيبه لكم في اللايف اللي فوق ديت. الفيديو ده كان اشتريت موبايل شخصيا والله يعني ما حدش الشركة ادتهولي ولا حاجة، وقلت لكم رأيي فيه وطلعت فيه حوالي 25 عيب تقريبا، يعني كل فتفوتة بتواجهني في الموبايل بقولها. عشان كده يمكن مفيش شركة لحد دلوقتي قررت انها تتعاقد معايا وكده، عشان طبعا انا بقول كل حاجة بأمانة قدام ربنا، حاجة حاسبني عليها ده ضمير ما اقدرش اخالفه. كل عيب بيواجهني بقدر اقول لكم عليه لما يكون الموبايل معايا وجربته، موبايل ما جربتوش بعمل ايه؟ ما بطلعش اقول اي كلام وخلاص. قبل ما بعمل الفيديو تلاحظوا، حتى تلاحظوا جدا اي موبايل قبل ما بينزل بيبقى فيه تسريبات عليه، انا ما بروحش اعمل فيديو على طول وهو رايي كده وخلاص الموبايل وهو لسه ما نزلش ولا حد جربه. تلاحظوا كل المراجعين بينزلوا فيديو على الموبايل في يوم واحد الا انا، تلاقيني نزلت فيديو على الموبايل ده بعدها باسبوع او 2. ليه؟ بيكون الحجز المسبق للناس اللي حجزاه استلمت الجهاز، والناس اللي اشتريته من محلات في الشوارع او اونلاين، فبالتالي بروح انا اشوف الناس دي بقى في الجروبات بتاعت مثلا ريلمي واوبو وشاومي وفيفو وكده، وبطلع اقول رايي في الموبايل وكده بناء على الناس دي. يعني انا مش بقولك الكلام ده من وحي الخيال او من فراغ، لا الناس ديت فعلا بتبقى جربت الموبايل وظهرت معايا المشاكل ديت، وانا بطلع بناء على كلامهم دوت انا بطلع اقول لك تجربتي، يعني انا مش اكتر من كده والله. وفي الاخر بقول لك المميزات والعيوب اللي انا شايفها في الموبايل دوت واللي ظهرت مع الناس ايه، وزي ما قلت لك التقايم بقوله لك بتاع الموبايل بشكل عام. فانا مش بجيب حاجه من عندي، الناس اللي بتتضايق من اللي انا بعمله وكده، فبصراحه انا بعد كل اللي عملته دوت وفي الاخر متضايق جدا بصراحه من اللي حصل. بفكر ان دي تكون النهايه بتاعت الفيديو دوت، ده اخر فيديو ممكن اعمله على يوتيوب او على السوشيال ميديا عموما، مش عارف بصراحه يا جماعه اعمل ايه. والله يا جماعه متضايق جدا جدا،
عارف احساس انك تفيد شخص بقدر المستطاع، وفي الاخر الافادة ديت تبقى هادفة، ومش افادة غلط ولا حاجة، هادفة وصح وكده، وتتعب ويعمل مجهود، وفي الاخر مجهودك ده يروح في الهوا. احساس صعب جدا صدقني، مش هيحسه غير لما يكون يوتيوبر او حد زي بيقدم محتوى كويس. انا عارف ان المحتوى بتاعي مش بروفيشنال زي ما قلت لكم، يعني انا بستخدم مايك تقليدي شوية، البويا ام 1، بستخدم كاميرا على قدي، يعني بس اهو بحاول بامكانياتي القليله اقدم لكم افضل حاجه تشوفوها وافضل محتوى تستمتعوا بيه. بس في ناس تانية بقى بيبقى عندها موبايل كويس يصور بيه، او عنده كاميرا كويسه يصور بيه وكده، ويروح يعمل لك حاجات تافهه، حالات واتس، حالات ما اعرفش ايه، يقعد يعمل لك ما اعرفش ايه، فاهم قصدي؟ انا بستغرب ليه بيحصل كده. عموما انا خلاص هفكر ان ما اعملش فيديوهات تاني، وزي ما قلت لكم لو عملت فيديوهات تانية هتبقى بعد كده بشكل شخصيا. فاللي حابب يشترك في القناة أو مش حابب يشترك براحته، اللي حابب يدعمني برضك براحته جدا. فشكرا لحد كده يوتيوب، وشكرا لكل اللي كان بيتابعني، وشكرا لكل واحد، كل واحد كان بجد بجد بيدعمني من كل قلبه، مش عشان حاجة معينة، بيدعمني لشخصي لأن هو كان حابب الأسلوب وحابب المحتوى. وبس شكرا ليكم، أنا عارف إني طولت عليكم جدا في الفيديو، بس كده حاول لكم. استمتعت جدا بالكلام معاكم، يعني انتوا ناس بفضفض معاكم بكل قلبي بالكلام معاكم، ف صراحة بستمتع جدا بالكلام معاكم، وحاول لكم شكرا جدا لكل واحد دعمني مرة تانية. كان معاكم على رمضان، اشوفكم على خير، السلام عليكم.